إبراهيم فتحي سيفان المدير التنفيذي لجمعية عطايا الخيرية. تبلورت فكرة هذا المخبز منذ الحاجة الماسة لأهلنا النازحين في مراكز الأواء والخيام والشوارع بصعوبة في توجيه أو في توفير رغيف الخبز. وفي هذا اليوم المبارك يقوم المخبز هذا الخيري لليوم الثامن على التوالي بخدمة أهلنا النازحين وتوفير الخبز. خطة عمل هذا المخبز هي 6 أشهر يقدم خلالها 4 مليون رغيف لتغطية العدد الكبير من أهلنا النازحين في الخيام والشوارع. يقوم العمال في هذا اليوم من ساعات الصباح الباكر حتى المساء المتأخر بالعمل بجد وبكد حتى توفير أكثر عدد من الأرغفة لتوفيرها للنازحين. ينشئ المخبز 11,000 رغيف في اليوم، ونحن اليوم بصدد افتتاح المخبز الثاني حتى مضاعفة العدد ويصبح العدد 22,000 رغيف نقدمها لأهلنا النازحين. وجدنا العديد من الصعوبات في توفير الطحين وفي توفير الغاز وتوفير السولار لتشغيل المخبز، ولكننا استدنا الكثير من ذلك من التجار حتى نخدم أهلنا النازحين في قطاع غزة. لا ارجع، اطلع من الباب، اطلع من الباب. ليش اسمع الصوت؟ تعال. هاي والله هاي جيران، هاي العمر هذه وزارع جابوا حط جوالك جوا. تعال يا عمو. خد يا امير. خد يا امير. اي فقط فيه هنا.